باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أهلا بكم حبايبي في حلقة جديدة من برنامجنا مش لوحدك، في طلبة كلنا نفسنا ربنا يدهن، في طلبة كلنا نفسنا تبقى في بيوتنا وفي قلوبنا الفرح. قل له عايز أفرح. تخيلوا كده، لقيت آية جميلة جدا في سفر زكريا صحاح 2، قال كده: ترنمي وافرحي يا بنت صهيون، لأني ها أنا ذا آتي وأسكن في وسطك يقول الرب. جميل جدا لما ربنا يبعت لك رسالة ويقول لك أنا جاي علشان أسكن وسطيكم. تخيل لما تلاقي قلبك مليان بالخطايا ومليان بالهموم الحياة وهموم مستقبلية كتير، هيقول لك أنا جاي أسكن وسطك، أنا جاي أقعد وسطيكم النهاردة. جميلة جدا لما تطلب الطلب الحلو ده من ربنا وتقول له عايز أفرح. القديس يوحنا الشيخ الروحاني قال كلمة جميلة جدا، قال ربنا جوانا بداخلنا، ها أنا ذا ساكن وسطكم. مش هو قال كده؟ مش بس كده لما قالها لشعب إسرائيل، لما قال أنتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم. روح ربنا لما يسكن وسطينا يدينا الفرح، روح ربنا لما يبقى شغال جوانا يدينا فرح. طبعا ربنا ما يسمح ان روح ربنا ينتزع مننا، ولكن روح ربنا ساعات بيحصل له حاجتين جوانا. خلينا برضو صراحة مع بعض، يا اما بيطفي، عشان كده معلمنا بولس الرسول قال لا تطفئوا الروح، ومرة تاني بنحزن روح ربنا، عشان كده قال برضو لا تحزنوا الروح. لاما طفى او بيحزن لاجل خطية انا بعملها، او لاجل انا مش بنفذ الوصية اللي هو وصاني بيها، أو لأجل أن أنا مش ماشي كما يجب وأكون مسيحي فعلا حقيقي، قول له أنا عايز أفرح. قول له نفسي في الآية الحلوة بتاعت زكريا 2 لما قلت لهم ها أنا ذا آتي وأسكن في وسطك. دايما نتعلم الفرح الداخلي يختلف جدا عن أي فرح خارجي. السلام الداخلي اللي ربنا بيدهولنا مختلف جدا عن أي سلام خارجي أو مجتمعي حوالينا. خدوا بالكم لما ربنا حب يدي السلام وقال للتلاميذ كده، قال لهم سلامي أنا أعطيكم، سلامي أتركه لكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. يعني الواضح جدا أنه في سلام العالم بيديه، في سلام ربنا بيديه. أقول لك الفرق، فرق بسيط جدا. السلام بتاع العالم أو الفرح بتاع العالم هو فرح بسبب ترقية، بسبب لقيت شغل، بسبب جوازة، بسبب يعني ليه سبب. لكن الفرح بتاع ربنا، السلام بتاع ربنا هو فرح بالرغم من، حط بقى تحتها حاجات كتير، بالرغم من ضيقات، بالرغم من مشاكل، بالرغم من شدة، بالرغم من مرض، بالرغم من تجربة، بالرغم من احتياج جوايا مادي أو احتياج اجتماعي أنا محتاجه، لكن فرحان بربنا اللي جوايا. عجبني جدا قصة لشاب طلع من مصر، قالوا له تعالى بقى في أمريكا، يعني في شغل كتير وتعالى وفي فلوس كتيرة، خد بعضه وراح هناك في أمريكا، اشتغل في مطعم ويعني اتعرف على الناس اللي في المطعم، وفي صدف كده أنه اتعرف على واحدة من هناك في أمريكا شغالة ماسكة مديرة مالية في المطعم، تعرفت عليه وبدأت تغويب الخطية. لكن هو ابن ربنا وكان حلو قوي وجميل جدا وعلاقته حلوة بربنا، فقعد يصرخ لربنا يقول له يا رب أنا عارف الخطية دي هتطفي الفرح اللي جوايا، هتطفي روحك القدوس اللي جوايا، أنا مش عايز أعملها، ساعدني إن أنا ما أعملهاش. وفعلا ربنا أنقذه كذا مرة، لدرجة إنها بكتر ما هي تعبت منه بدأت تحط عليه شغل زيادة علشان تخليه يعني يطفش بقى من المكان، لو انت مش هتعمل كده معايا انا همشيك من الشغل. لدرجة انها ادت له شغل لتلات اشخاص اشتغلوا هو لوحده، وفي الاخر تحاسبه وتزعق له بقى وتهزقه قصاد اصحابه وقصاد الطقم وكل التيم اللي كان شغال في المطعم. في مرة من المرات اخدته معاه في العربية بحجة انها رايحة تجيب طلبات للمطعم، ولكن نجحت انها توقعه في الخطية. بعد ما رجع من الخطية ورجع بقى وقام وفاق لنفسه، قعد يصرخ لربنا قال له سامحني، أنا عايز أفرح، أنا نفسي في الفرح بتاع زمان. الست دي قعدت تلح عليا سنين
لغاية ما وقعتني، بس أنا عايز أفرح، أنا عايز أعرف إنك أنت حبيتني وحتديني فرح بطريقة مختلفة. أنا واثق إنك هتفرحني، بس إزاي ما أعرفش. ألف مرة وأنا ماشي بالعربية بتاعتي، وبعدين لقيت العربية بدأ يختل توازنها، واتقلبت العربية بي واتقلبت كذا مرة، العربية دخلت في جبل، العربية يعني بقت عبارة عن كتلة حديد كده صفيح في بعضها. بالرغم من كده هو طلع بدون ولا خدش. لما الناس بدأوا يتلموا وطلبوا الأسعاف وطلبوا البوليس، فالراجل بتاع البوليس قال له ايه ده، هو فين صاحب العربية؟ احنا عاوزين ندور عليه نشوفه جوه العربية، ده اكيد يعني اتفرم جوه العربية، ده مستحيل يعيش. فوجئ ان الراجل بيقول له بالمناسبة انا اللي كنت جوه العربية. ازاي انت واقف كده قصادي، انت اللي جوه العربية فعلا؟ قال له انا اللي كنت جوه العربية. قال له طب انا حابب اقول لك انه في نفس المكان بنفس الطريقة بنفس موديل العربية بتاعتك امبارح كانت في حادثة، الاتنين ماتوا كلهم لمناهم في كياس، الا انت غريب، انت عجيب، انت طلعت ازاي من العربية دي؟ بص لربنا وقال له يا رب فعلا انت عجيب، برغم ان العربية راحت هعرف اجيب غيرها مش مشكلة، بس انت فرحتني انك قبلت التوبة بتاعتي، فرحتني انك انت اديتني فرصة، فرحتني انك بالرغم من ان انا وقعت، الشيطان كان عايز يوقعني في اليأس، لكن انت عرفت تطلعني من اليأس ده. طلع بعدين على الشغل بتاعه، قدم استقالة بتاعته، لقى الست دي وقفاله عايزة تكرر الموضوع ده تاني، قال لها انا عايز استقالتي. قدم استقالته وطلع من المطعم واشتغل في مكان تاني، وفوجئ بقى انه صاحب المكان التاني اداله مرتب اعلى، وقال له لو عاوز كمان تشتري عربية احنا ما عندناش مانع، يبقى فيه جزء بسيط من المرتب يبقى قسط للعربية، واشترى عربية جديدة وعاش فرحان بالرغم من الضيقة والمشكلة اللي مر بيها. حبيبي عايز اقول لك النهاردة اطلب الفرح، احنا بنقول كده في القداس املأ قلوبنا فرحا ونعيما، بنقولها كده في القطعة بتاعت اصعدها كمقدارها. اول ما ابونا يقول العبارة الجميلة الممتعة دي على طول اقرأ على صدرك وقول له عايز دي، عاوز الفرح، عاوز الفرح بالرغم من كل المشاكل اللي حواليا، بالرغم من اني بيتي منهار بالمشاكل، بس نفسي افرح، عاوز افرح. ربنا يبارك حياتكم، ربنا يفرح قلوبكم، ربنا يدخل الفرح لبيوتنا ولحياتنا ولعلاقاتنا، لإلهنا المجد الدائم ابديا امين. لو بدات تعلن انك محتاج لحب او هتشحت حب من الناس، أول واحد هيصطاد الاحتياج ده هو عدو الخير. حاجة الوحيدة اللي تاخد منها وتزيد هي الحب. ابدأ تصلي قول له املاني من الحب اللي عندك، لأن أنا ما أخدتش حب من أبويا أو من أمي.